أزمة وقود خانقة تعيشها البصرة، حيث تشهد بعض المحطات التي تحتوي على الوقود ازدحاما كبيرا منذ أيام. الأزمة الحالية التي تعيشها المحافظة أكد أصحاب محطات الوقود أنها بسبب عدم وصول كميات من البنزين إلى المحطات بسبب تعطل الباخرة الناقلة للنفط، فضلا عن تقليل حصص الوقود من قبل هيئة المشتقات النفطية. تجي الباخرة تطبق على الميناء، يتفرغ البنزين، يتنزل للشعيبة، تجري عليه إجراءات، قسم يصير عادي، قسم عالي الأوكتاين، يتوزع على المحطات بصورة عامة. المشكلة وين اللي تصير الاختناقات؟ الباخرة تجي أيام تتأخر، ما تجي على الموعد، تأخر 4 أيام 5 أيام، فتضطر هيئة التوزيع تعتمد على اليمن على الخزين، على الخزين اللي موجود بالشعيبة. أحيانا هذا الخزين ما يكفي الفترة اللي على ما تجي الباخرة، فتضطر الدائرة هيئة التوزيع تبدأ تقلل الحصص من المحطات وتضيف المحطات الثانية على مود شنو يصير توازن بالمبيعات داخل المحافظة. مالكو محطات وقود قالوا إنهم يأملون عدم استمرار الأزمة الحالية طويلا، عزينها إلى تأخر باخرة النفط وقلة المحطات التي تفتح أبوابها. منتج العالي أوكتاين متوقف صار له تقريبا 3 أيام، الباخرة ما جاية وعقود متوقفة، فكان هذا يضخ وين؟ يضخ للشعبة، ينخبط ويا منتوج الشعبة، لأن منتوج الشعبة ما جاي يغطي الحاجة التوزيعية. أنا يوميتي تقريبا 4 حوضيات أصرف، 4 إلى 5 حوضيات أصرف اليوم. يعني أنا لهسه لحد الآن ما جايتني أي سيارة، الحصة اللي ينطوها للبصرة ما جاي تغطي، جاي ينطون تقريبا 2.5، يعني ما جاي تغطي تقريبا. سائقو السيارات أكدوا بدورهم أنهم يواجهون أزمة حقيقية في تأمين الوقود، معربين عن مخاوفهم الكبيرة من احتكار الوقود نتيجة الأزمة التي تعيشها المحافظة وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. البنزين هو بداية كانت أكو أزمة بالبنزين المحسن، البنزين المحسن متوقف تقريبا صار لأكثر من 7 أيام، مما خلى يعني خلى الناس أنه تلتجئ، أنه يعني صار اللود والضغط كله على البنزين العادي. يعني البارحة واليوم تفاجأنا انه رحنا فول بنزين، تفاجأنا انه لقينا اغلب المحطات اللي موجودة بالبصرة مغلقة، يعني من ضمنهم هذه المحطة اللي احنا متوقفين يمها ايضا مغلقة. هم يستغلون هذه الازمات يعني حتى التجار تلعب باسعار البنزين، وهذه يبيعها على راحته، والمواطن مضطر انه يشتري. ازمة الوقود في البصرة، هذه المحافظة التي تعتبر المنتج الأول للنفط العراقي، مثال صارخ على ما آلت إليه الأوضاع في العراق الذي بات سوء التخطيط والفساد الإداري والمالي أحد أبرز صفاته.